كده بتشجع ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد طبعا، ريال مدريد طبعا، وش جدا طبعا. طيب انا طول عمري بتسائل ايه اصل الاسم، هل انت كنت بتحب باتيستوتا ولا انا بص انا بحبه من ايام بلايستيشن 1، فاكر اللي هو اليابانيه باتيستا دي من ساعتها فاهم، وبابا جاب لي في عيد ميلادي التيشيرت بتاعه في الارجنتين وكده، وكنت بعرف العب كوره فكانوا مش عارفين اسمي، وبعرف العب كويس فكانوا بينادوني باسم التيشيرت، فما صدقت فاهم، بس فطلعت على ما اتغيرش من ساعتها خالص ولا اي ولا مره، حتى هو كبير بس مش عارف اغيره، هو انا مش عايز اغيره اصلا، هو كده بس. طيب هل انت شايف ترابط بين الكوره والراب، يعني شايف في خيوط مشتركه؟ بص اي حاجه فيها منافسه فهي قريبه للراب، اي حاجه فيها حرفيا فيها منافسه فهي دي تبع الراب اصلا، الراب بيحب المنافسه دايما، اي رابر تحت الاختبار اي دايما في حوار ممكن يحصل فيه لازم يعلي على نفسه، لازم يشتغل على نفسه، الكوره نفس الكلام، بس فده حاجه مشتركه بينهم هما الاثنين، والنهارده ده حاجه يعني في الايفنت دوت بيثبت دوت اكتر يعني. سمعت الاغنيه نو بروبليما؟ طبعا طبعا، اول ما نزلت على طول اصلا فاهم، دخلت باركت للشباب الاول وبتاع وكده، قعدنا بقى نحتفل وكده، اغنيه جميله، واول مره كمان حاجه تحصل في الهرم، وكمان لا ليجا الدوري الاسباني ريال مدريد، بس انها تحصل هنا في مصر اول مره وبتاع وكده، حاجه كويسه يعني.